بس لان انت لو ما فيش اقنعتي كل دول بتبان. ازاي؟ يعني اقنعتي تامر حبيب، ممدوح، استاذ سيد رجب، استاذ لطفي سيد لبيب. رجب طبعا، بس سيد رجب دوره محور، دوره مهم. ما انا بتكلم على ضيوف الشرف يعني اللي هم شاهين، تايسون، شاهين، تامر حبيب، تايسون، شاهين. بصراحه هو الفضل في اقناعهم رايح جاي. خطير، سجن خطير يعني. جميل السجن. يعني انا بشوف ان الفضل في اقناعهم هو جزء كبير منه المنتج احمد يوسف، لانه كنت انا وهو كده بنخش على الشخص، ها انت بيعيله كذا وانا هجرب كذا، فكنا بنعمل كده زي ها بتعملي كده. طب انا بقول ايه؟ ان انا شخصيتي هي كوثر اصلا، فمش محتاجه فكوثر لو عشان تجيبيهم اميتشي دول تقول لهم يجوا اصلا. لا، عشان الاستاذ احمد يوسف برضه المنتج يعني او شريك الانتاج، هو يعني ما فيش حد في مصر ما بيحبوش في الوسط ده. دي حقيقه. وانا كنت محظوظه جدا ان هو جه على الفيلم. انا ما كنتش عارفه انه جزء من الفيلم واول تعاون بيني وبينه، بس وجوده فرق في كل تفصيله، فرق في طريقه تصوير مشاهد، فرق في كيمستري ما بين الناس، فرق في ازاي مشاكل بنحلها. يعني هو في حاجه كده الناس كلها جايه. انا بحقق لكوثر احلام كتير كانت احققها كل حاجه، بس اقول له انا نفسي اخدهم نلف بمركب لوحدنا في النيل. انا عارفه ان مساعد المخرج هيقول لا، وكهم ممكن يقولوا عاوزين يناموا، بس انا عاوز اقنعهم. طب حاولي كده. فبنفضل ايه يعني، هو بصراحه كان شخص في ظهري طول الوقت. حتى صوت نانسي على الاغاني كان بالنسبه لي لما استاذ احمد قال لي، قال لي ان شاء الله هنجي، قلت له ماشي. انا عارف الحاجات دي الطموحات دي بتنتهي على اسماء ثانيه خالص. بس فادت جدا تجربه صوتها. الانتاج او انك تبقى شريك في الانتاج، دي تجربه لطيفه ولا تجربه مش لطيفه؟ تجربه صعبه. لا انت تكررها بجد بجد. عمرها يعني الكتابه اسهل، تكتب كده وخلاص. الكتابه اسهل جدا، ودايما الكتابه اسهل. انت بتحلم، بس انت دلوقتي بتشوف احلامك وهي بتتعمل. بس للامانه الفيلم ده ما كانش هيتعمل من غير اولا الشركه اللي في شركتنا اللي قامت بتنفيذ الفيلم، والحقيقه الشركه الاكبر اللي دعمونا، يعني استاذ احمد بدوي، سينرجي، افلام مصر العالميه، شركات اقدم واكبر، نيو سنتشري، ماجيك بينز. هتلاقي الفيلم عليه 6 وجهات. الحقيقه دي شركات وثقت فينا ان احنا هنعمل فيلمنا الاول او هننفذ فيلمنا الاول بالتعاون معاهم، وهم اصحاب النصيب الاكبر الحقيقه. بس كانوا واثقين ان هم بيطلعوا منتج شكله كويس وصورته حلوه وفي تمثيل كويس، وهم فيلم الحقيقه. وكل المكالمات اللي جات لي منهم الافيش حلوه قوي صراحه. ده هيثم، ده الافيش بتاع هيثم قوي قوي. يعني بص، الافيش بتاع انا عادي اخش الفيلم من الافيش ده. انا اخش الفيلم من حلو جدا. يعني بشكر ريم وابي مصممين الافيش الحقيقه، تعبوا معانا جدا. مش ممكن ليلى رهيبه رهيبه في الافيش، رهيبه رهيبه.